عليكم طلابي طلاب المرحلة الإعدادية الرابع والخامس والسادس. هذا الفيديو الأخير للمبني المجهول في زمن المضارع التام. Passive Voice Present Perfect. إحنا نراجع الـ Present Perfect مين يتكون؟ يتكون من فاعل زائد has و have زائد تصريف ثالث للفعل. هاي بجملة المبني المعلوم يعني الجملة العادية. أما بالمبني المجهول فراح يكون كالتالي حسب القاعدة: مفعول به زائد has أو have، has للمفرد و have للجمع، زائد كلمة been زائد تصريف ثالث للفعل زائد تكملة إن وجدت. إذن اللي يفرق هنا وجود كلمة been أيضا has و have. Note، لاحظ العلامات الدالة على المضارع التام هي: إحنا الظروف اللي أخذناها مع المضارع التام نعرفها for و since و yet و already و ever و never و just، وأيضا وجود has و have هنا. اوكي، إذن هاي العلامات الدالة. وأوريدي نستخدم هاز للمفرد وهاف للجمع مثل ما قلت قبل شوية. نروح مباشرة على الأمثلة. الموضوع جدا سهل، ليش؟ لأن راح تلقون بالأمثلة بجملة المبني المعلوم هاز أو هاف. خلينا نشوف: somebody has stolen my wallet، بين قوسين طالب، مبني للمجهول passive voice. أني أحدد مثل ما تعلمنا هاي subject الفاعل، أوكي، وهاي هنا has هي العلامة الدالة حتى لو ما لقيته تصريف ثالث للفعل، لأن هاي جملة مبني للمعلوم، أوكي، فرح تلقون has أو have. من تشوفون has أو have يعني هاي جملة المبني المجهول بالمضارع التام present perfect. أوكي، هذا التصريف الثالث للفعل أيضا جاهز. my wallet هي المفعول به. أحذف الفاعل هنا، احنا قلنا ما نذكر الفاعل بالجملة الا اذا طلب او احتاجينا على مود ما يكون ترجمة او ما تكون ترجمة الجملة ضعيفة او ركيكة، فرح نضطر نذكر الفاعل. my wallet اكتبها capital letter، اوكي، محفظتي. اراجع اخطط واكتب my wallet شبيهة مفرد مثل ما اني كاتبة، اوكي، شتاخذ؟ تاخذ هاز، وانزل حسب القاعدة بين انزلها والتصريف الثالث للفعل اللي هو اصلا موجود عندي بالجملة. المثال التالي: we have cleaned the house، لقد نظفنا المنزل. ايضا طالب passive voice، اذا طالب تحويل جملة كاملة. شلون عرفنا؟ لان وجود فاعل، هاي اول شيء. اثنين، ما عندنا بين اقواس حتى نصحح بين الاقواس. اوكي، هذا فاعل احذفه، ماشي؟ يعني اروح على الدلائل، عندي have، اذا هاي مضارع تام، عندي الفعل ايضا تصريف ثالث الفعل cleaned، وال the house المفعول به، انزل the house capital letter، خلي تحتها خط واقول مفرد ام جمع على مود اعرف ايش راح تاخذ، لان انا فوق عندي have بس هنا الوضع تغير، اوكي، لان المفعول به تقدم، اشوفه مفرد لو جمع. مفرد ياخذ has، وانزل كلمه been حسب القاعده والتصريف الثالث للفعل اللي هو اصلا جاهز عندي. لهنا خلصنا كل ما يتعلق بالمبني للمجهول. بعد إن قاعدتين لكن بصراحة غير مهمات أنا أشوفهم، لأن أغلب الأساتذة ما ينطوها بالمبني للمجهول. أتمنى أكون وضحت لكم المبني للمجهول بالفيديوهات المتسلسلة ضمن قناتي. شكرا جزيلا. نروح للتمرين الموجود عندنا بالأكتيفيتي بوك صفحة 166. يقول write sentences، اكتب الجمل in the past بالمبني للمجهول. choose the correct tense، اختر الصيغة الصحيحة each time، كل مرة. اوكي، نروح لأول نقطة، ندور على دليل. انا الدليل هنا قلت لكم اياه باللون الاصفر، اوكي، اذا تحبون تاخذون قلم رصاص تكتبون الدليل بالدفتر او بالاكتيفيتي بوك. where best dates grow question mark، علامة استفهام. الدليل هو grow فعل مضارع بسيط. إذا أنا حددت الصيغة، أكتب القاعدة مال مضارع البسيط اللي هي مفعول به زائد الزوار زائد تصريف ثالث للفعل. بما أنه أنا عندي هنا سؤال، أنزل الوير والبيست dates اللي هي أفضل التمور جمع، فتأخذ are the best dates والفعل grow يصير grown تصريف ثالث للفعل. تمام، أروح نقطة اثنين. A lot of cars make in Japan nowadays. هنا العلامة الدالة هي وجود nowadays اللي أنا ذكرتها بملاحظاتي، اللي هي تعتبر دليل على المضارع المستمر.
انزل a lot of cars واللي هي جمع راح تاخذ ار، وبعدين انزل being لازم انزلها، والميك التصريف الثالث made، واكمل الجمله مثل ما هي. 3 where party hold next time. هنا ايضا عندي question mark، وانتبه عندي كلمه next، اذا هذا future مستقبل. بما ان عندي سؤال راح انزل where will be the party، اضيف من عندي the مثل ما ضفت بالجمله الاولى the best dates then. where will the party الفعل hold تصريفه held next time question mark. 4 I am afraid room not clean yesterday. العلامة الدالة yesterday ماضي. إذن أنا حددت أكتب مفعول به was were زائد تصريف ثالث للفعل. تمام. أنزل I am afraid وأنزل the room not clean. بما أن room هي مفرد فراح تأخذ wasn't تصريف الثالث للفعل clean cleaned yesterday. 5 I often tell that I look older than 18. دائما يخبرون أنني أبدو أكبر من 18 سنة. often هنا الدليل يدل على المضارع البسيط. أكتب القاعدة وأنزل I am often والفعل tell يصير told وكمل ما تبقى من الجملة. okay. number 6 these days our rubbish always collect on Monday mornings. هذه الأيام دائما النفايات تجمع دائما أيام الاثنين. أوكي. أول دليل أنا عندي these days. أوكي. شيء يدل على المضارع البسيط. زين. وعندي always همين على المضارع البسيط. هذا أحسن دليل بعد. أوكي. فأنزل الجملة مثل ما هي. كلمة rubbish أنا مخليت لكم تحتها خط وكاتب عليها مفرد. أوكي. فش راح تأخذ is وتنزل always والفعل collect يصير collected وكمل ما تبقى من الجملة. 7 the swimming pool repair next month. عندي كلمة next تدل على future. إذن أنزل الجملة مثل ما هي the swimming pool will be repair يصير repaired next month. 8 their car steal 2 weeks ago. عندي كلمة أو الظرف ago يدل على الماضي البسيط. أنزل their car بما أنه their car كلمة car مفرد فرح تأخذ لي was وsteal يصير stolen ونزل ما تبقى من الجملة. قلت لكم أنا أهم شيء تحفظون تصاريف الأفعال. 9 oranges not grow in Britain it's not hot enough. عندي الفعل grow أيضا مضارع بسيط. اوكي فانا حددت انه عندي مضارع بسيط. انزل orange بما انه هي جمع راح تاخذ aren't grow صير grown ونزل الجمله اللي بقت اللي ما تبقى من الجمله. 10 what we give for homework yesterday didn't write it down. شنطونه واجب بيتي البارحه لم اكتبه عندي. اوكي بما ان عندي صيغه سؤال وعندي يسترداي ماضي اذا حددت الصيغه فراح يصير what were we given give given وانزل الجمله مثل ما هي. لهنا تماما خلصنا موضوع المبني للمجهول. شكرا جزيلا.